qu'on doit faire après? On doit stériliser notre coude, d'accord? Oui. Quoi? محمد أتوادف المدير الإقليمي لوزارة التربية والتنمية بالرباط. فهذه السنة الدخول المدرسي يأتي في سياق مختلف عما سبق، يعني في الدخول المدرسي العادي كنا كنتعاملوا معاه بواحد الشكل بطبيعه الحال استباقي، وكندبروا واحد المجموعه ديال العمليات لانجاح الدخول المدرسي، اعداد الخريطه، اعداد البنيه التربويه الى اخره. ولكن اليوم حنا في واحد المرحله، في واحد الظرف استثنائي اللي يعني يجب اعمال واحد المجموعه ديال التدابير لانجاح هذه الدخول المدرسي حتى يمر بشكل سلس وميسر، وكذلك نضمن اولا الحق في التعليم اللي هو حق دستوري، ثم الحق في الحمايه الصحيه اللي هو كذلك حق دستوري. فالوزاره التربيه الوطنيه منذ مده وهي كتستعد لهذا الدخول المدرسي، فاصدرت مذكره تؤطر هذا الدخول المدرسي، وفيها واحد المجموعه ديال المضامين مهمة جدا. أولا أعطت الحق للآباء والأمهات باش يختاروا النمط التربوي المناسب والذي يلائم وضعياتهم، وكذلك كيتلائم مع الأسباب الذاتية والموضوعية ديالهم، وكذلك كاين التعليم عن بعد الذي تفرضه الحالة الوبائية اللي كنعيشوها في المملكة وكيعيشها العالم كامل. دونك حنا إذا تكلمنا على النمط الحضوري بالتناوب مع التعلم الذاتي، هو واحد النمط اولا غادي يمكن باش يكون عندنا اقسام مخففه، لان غيكون تفويج، غادي يشتغلوا التلاميذ بنسبه 50% بشكل حضوري و 50% بشكل تعلم ذاتي، يعني ويكون الافواج في الاقسام، يعني نقدروا مثلا غادي ناخذ واحد القسم نقدروا نقسموه على جوج مباشره. دونك كاين هذه المذكره جات معها واحد المرفقات، كاين اهمها اللي كما قلنا السياق ديالو مختلف هو البروتوكول الصحي. كما لاحظتوا في المؤسسات ديال المملكه كاملين كاين واحد البروتوكول منزل للحفاظ على الصحه والسلامه ديال التلميذات والتلاميذ، وكذلك على الاطر الاداريه والتربويه. البروتوكول بطبيعه الحال هو كيلزمنا باش نديروا التعقيم ديال القاعات والفضاءات المدرسيه، نغسلوا اليدين بشكل مستمر ودائم، نعقموا الاحذيه قبل الولوج للمؤسسه، وكذلك يكون واحد التباعد اجتماعي. حنا درنا فضاءات، خلقنا تشوير، وكذلك درنا واحد الترتيب معين باش نضمنوا انه نشتغلوا في واحد الظروف امنه وضامنه للحق الدستوري كما اشرنا سابقا اللي هو الصحه. دونك الوزارة التربية الوطنية أصدرت كذلك أطر مرجعية وطنية فيما يخص تدبير التعليم الحضوري بالتناوب، وكذلك فيما يخص التعليم عن بعد. التعليم عن بعد كذلك غادي يتم إعماله بالنسبة للأحياء والمناطق اللي فيها نسبة الوفاء مرتفعة شيئا ما، لأنه هذه السنة أعطيت الصلاحية للجهة والإقليم وكذلك على المستوى المحلي للمؤسسات التعليميه لتدبير الوضعيات ولا اختيار الانماط التربويه المناسبه حسب يعني الوضعيات الوبائيه المسجله في المجال. استاذ كاكو عبد الرحيم في مدرسه عبد البومل حسان الرباط. هذه السنه هذه كنستقبلوا التلامذ تحت جائحه كوفيد 19، لهذا هذه السنه كنعلموا التلامذ واحد الطريقه جديده في استقبالهم. فتتم هذه العمليه هذه بالدخول من الباب الكبير باحترام مسافة الأمان هي الأولى، ثم نقوم بقياس درجة الحرارة، وبعد ذلك الوقوف في الصف، وذلك عن طريق احترام دائما مسافة الأمان، ثم احترام هناك مسافة ديال باش يطلعوا القسم. لهذا ومن كنستقبلوا التلامذ كما لاحظوا الإخوان كنتحدثوا على جائحة كورونا، كيف الوقاية منها، وقمنا بواحد احترام أو صوبنا واحد ميثاق شرف الاحترام يقوم به التلميذ داخل المؤسسة باش يحمي نفسه بنفسه. يعني تم الاتفاق وهكذا سلينا هذه الفترة الصباحية.
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.